مرحبا، معكم فراس طالب. إذا كنت فرد في فريق سكروم، فلا بد أنك بتقوم وأعضاء الفريق بحضور اجتماع سكروم اليومي كل يوم. إذا كنت بتعتقد أنه نشاط بلا فائدة وأنه مضيعة للوقت أو أنه اجتماع ممل، فأنا متأكد أن الملاحظات التالية ستساعد بأداء اجتماع سكروم اليومي بشكل أفضل. النقطة الأولى، اجتماع سكروم اليومي ليس اجتماع لمناقشة حالة المشروع. فاجتماع مناقشة حالة المشروع يتم عندما يقوم أفراد الفريق وأصحاب القرار، يعني الستيك هولدرز كمدير المشروع، بالاجتماع لمناقشة نقاط عديدة مثل حالة المشروع، التحديات اللي بيواجهها الفريق، المعوقات إن وجدت، حالة الميزانية، أو أي حدث يؤثر على المشروع. تكرار انعقاد هالاجتماع يختلف من مشروع لآخر بناء على طبيعة المشروع نفسه ومدى تعقيده. المهم أن اجتماع حالة المشروع هو اجتماع مفصل يتم تنظيمه من قبل مدير المشروع لتقييم وضع المشروع، وعادة يتم رفع تقرير به الأمر للإدارة الأعلى. بينما في إطار العمل سكروم يوجد اجتماع سكروم اليومي يلي بيحضره فريق التطوير فقط، الفريق اللي بيبني المنتج، ويقوم كل فرد من أفراد الفريق بالإجابة على 3 أسئلة رئيسية، وهي: ما الذي قمت بإنجازه البارحة؟ ما الذي سيتم إنجازه اليوم؟ وهل أواجه أي معوقات تمنعني من إنجاز عملي؟ اجتماع سكروم اليومي هو اجتماع داخلي فقط لفريق التطوير، وهو اجتماع سريع وليس اجتماع للمدراء لكي يعرفوا حالة المشروع. النقطة الثانية، اجتماع سكروم اليومي مدته 15 دقيقة فقط، يتم فيه ذكر المعوقات وليس حلها. مثلا لو كنت تواجه أي مشكلة تؤثر على إنجازك، كل ما عليك هو أن تذكرها في اجتماع سكروم اليومي. بعد الاجتماع تستطيع مناقشة تفاصيل المشكلة مع الأفراد المتعلقة بهم خلال اليوم والعمل على حلها. بالاجتماع اليومي التالي ستخبر باقي أفراد الفريق بأي مستجدات حول الموضوع. النقطة الثالثة، اجتماع سكروم اليومي اختياري بالنسبة لمشرف سكروم. بداية يجب على مشرف سكروم أن يتأكد بأن جميع أفراد فريق التطوير قادر على القيام باجتماع سكروم اليومي بالطريقة الصحيحة. وعندما يصبح الفريق قادر على القيام بالاجتماع بشكل سليم ويلتزم به كل يوم، فإن وجود مشرف سكروم في هذا الاجتماع يصبح اختياري. اتباع هاي الملاحظات ستجعل اجتماع سكروم اليومي مختصر ولمدة 15 دقيقة كحد أقصى، ورح يحسن من التواصل الفعال بين أفراد فريق التطوير. بالتالي كل أفراد الفريق على معرفة تامة بتفاصيل المشروع وحالته بشكل يومي، ولا يوجد أي مشاكل متراكمة. المشاكل أو المعوقات بتم حلها بشكل مبكر جدا فور ظهورها. لمعلومات أكثر يمكنك الاطلاع على موقع دليل سكروم الرسمي scrumguides.org، ويمكن الاطلاع على المقالات اللي بكتبها بمدونتي. وشكرا لوقتك.